فانا جد فرحان بالوجود ديالي معكم في قناة سات تي في والسي عزيز. واش ويا عيانة الحالة الصحية شوية عيانة. الحمد لله، اللهم لك الحمد، راه الأغنية المغربية ماشية في تطور الحمد لله، وحنا كنحاولوا ما أمكن نختاروا الأغاني ديالنا بكلمات اللي نقية، وحنا كأوركست اللي كندخلوا عند العائلات كبار كنحاولوا ما أمكن نقيوا الكلمات ديال الأغنية المغربية، حيت كندخلوا عند عائلات وخص الناس يسمعوا شي حاجة اللي في المستوى. والتلفازه اش غادي نقول لك، حنا حمد الله راه بحال اللي تنقولوا ديما عندنا واحد جوج قنوات، القناه الاولى والقناه الثانيه، اللي فيهم مع الاسف فيهم سهرات معدوده، يعني ماشي برامج فنيه اللي كثار، ولكن الحمد لله يعني ماشي من احسن الى احسن الحمد لله، اللهم لك الحمد. هو كيعطي واحد لولوك جديد للاغنيه المغربيه، ولكن ديما كتبقى الاغنيه المغربيه بالدارجه المغربيه هي الاصل، يعني هي الاصل، ولكن هذا الشيء سانوبيش با ان مثلا باش جميع القبائل المغربيه تفهم كيدخلوا ديوو ديال امازيغي، تيدخلوا مع الشعبي المغربي باش تنتشر على المغرب كامل. ما عرفتش غادي نقول لك، هذا موضوع شويه يطول شرحوه، ولكن الموجه اللي كاينه دابا ما غادي نقدرش نقول عليها خايبه، هي في واحد من واحد الناحيه زوينه، كاين الناس اللي تختار، كاين دراري شباب اللي كيختاروا كلمات زوينين والحان زوينين، ولكن كاينين شي وحدين عاوتاني الله يهديهم خصهم شويه ديال الرقابه على الكلمات وعلى هذا، باش تكون يكون واحد الرقي في الاغنيه المغربيه، باش حتى البراني الا سمع واحد الاغنيه تيقولوا ديال من هذه ديال المغاربه ما يسمعش كلمات شويه. الجديد ديالي انا كيف كيعرفوني الناس، كنت كنغني الشرقي ودابا وليت كنغني الشعبي، وهذا يعني في نفس الوقت دابا داير دو سيدي، واحد داير فيه غير تقليد يعني كله شرقي، باش الناس اللي ما كيعرفوش عمر شريف تيغني الشرقي يسمعوا الشرقيات ديال عمر شريف، وفي نفس الوقت الجديد داير واحد السيدي كله شعبي، يعني واحد جوج ديال العيطات عيطه داكشي اللي تعجبك، وواحد ثلاثه الاغاني جداد ديالي ان شاء الله. ما غادي نقدرش نقول لك بان كاين فرق ما بين الجاليات، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد بصراحه والله العظيم، الا بدون نفاق زعما في اوروبا جميع البلدان اللي كنمشيو لهم، لا اسبانيا ولا هولندا ولا فرنسا ولا هذا، كلهم تيستقبلونا بواحد الاستقبال زوين، والناس متعطشين للفنانين المغاربه، يعني مع الوصول ديالنا للحفل ولا هذا كتلقى واحد الاقبال، الحمد لله اللهم لك الحمد، اقبال زوين. الفنان عمر شريف تيحييكم وتيحيي جميع الجمهور اللي تيبغي عمر شريف عامه، وكنحيي قناه سات تي في، وتنقول لكم شكرا على هذا الاستقبال.